إذن يا أيها الرجل انتبه، لا تتكلم بالكلمة وتنوي شيئا ثم تذهب إلى محكمة شرعية وتقول أنا لم أكن ناويا لهذا الأمر. ربك يعلم ما في قلبك، ووالله لئن كذبت على الله فليس لك كاشف من دونها إلا أن يسامحك رب العالمين، وزوجتك عندك أمانة. الآن ما القول في كلمة علي الحرام؟ نسأل الله السلامة. معنى علي الحرام الذي يقولها كأنه يقول زوجته عليه حرام، يعني زوجتي علي حرام، هكذا يقول. هل هذه من ألفاظ الكناية أو من ألفاظ الصراحة؟ بعض العلماء قالوا هذه لفظ كناية، سنسأل عن نيته. لكن بعضهم قالوا العرف جرى أن كلمة علي الحرام هي من ألفاظ صريحة، لذلك مجرد ما قال هذه الكلمة طلقت المرأة. بل إن سيدنا عليا كرم الله وجهه قال من قال لزوجته علي الحرام طلقت منه ثلاثا ولا ترجع إلي أبدا. لا تتهاونوا يا شباب، إذا كنتم مع أصحابكم، إذا كنتم في طريقكم، إذا كنتم تلعبون أو تضحكون بهذه الكلمة، لا يقول هذه الكلمة النبلاء ولا يقول هذه الكلمة كبار القوم وعليتهم. لذلك كن كبيرا ولا تنزل إلى هذا المستوى المتدني.